السلام عليكم ورحمة الله. الآن غادي نشوفوا التمرين اللي غادي نحاول نطبقوا فيه بعض الأوامر بالنسبة للأوتوكاد. دونك غادي يكون التمرين ديالنا على هذا الشكل هذا. فوالا، أول شيء كندير كنجي كنحدد الوحدة باش غادي نخدم، أي الأونيت باش غادي نخدم، واش بالمتر أو لا سنتيمتر أو لا مليمتر. دونك أنا غادي نخدم بالسنتيمتر. فوالا كيما لاحظتوا معايا، المليمتر سنتيمتر المتر. فوالا غادي نخدم بالسنتيمتر. أوكي، عندي سيكون فوالا 50، عندي هنايا 10 ساوية 45. كاين الطريقة الأولى باش كنحدد الساوية. فوالا كندير لونغور ديال لالين ديالي وكندير طابيلاسيون وكنحدد الساوية هي 45. فوالا عندي هنايا 15 ساوية 60. دونك 15 فوالا، كنجي كندير روتاسيون راحتو معايا، سبيسيفي لو بوان ساوية 60. فوالا وهنايا عندي 15. دونك 15 10 15 10 15 10 30 15 30. فوالا هنايا عندي الزاوية كما لاحظتو معايا 135، اللي هي عندي 30 وهنايا فيها 10. فوالا 10 الزاوية 45 روتاسيون ناقص 45. فوالا دونك غادي نجي نحدد هنايا دي. فوالا كيما لاحظتو معايا، غادي ندير الزاوية ديالي 135. فوالا عفوا، ما صراحه كيفاش غادي ندير الزاويه. دونك اجي الكوتاسيون باش نحدد الزاويه، كاينه اونغولير هاي. فوالا فوالا 135 اونغولير. هنايا عندي الزاويه بالنسبه لهنايا فوالا 135 كذلك. فوالا وعندي هنايا زاوية 150. فوالا كيما لاحظتو معايا، هنا كندير لي هنا بالنسبة لهاد لي كوت لي غناخد هنايا، غادي ندير اونغيلير لحقاش عندي لين مايل. دونك اونغيلير اونغيلير أليني عفوا أليني البوان البوان 15. هنا غادي ندير لينير. فوالا هنا أليني فوالا كيما لاحظتو معايا، هنايا لينير. فوالا هنا كذلك هنا كذلك هنا ستعطيني 10. فوالا كونت هنايا 10 أليني، ندير أليني فوالا كيما لاحظتو معايا. فوالا يعني هادي هما لي كوت. غادي نجي نصوب بالنسبة لي زاشور، غادي ندير اش فوالا اشوري كيما نحدد ليه هنايا لي شي 01
تحت معايا هو الشكل النهائي ديالنا. كنتمنى الشرح ديالي ينال الاعجاب ديالكم، وميرسي، وما تبخلوش علينا بالاعجاب والدعاء ديالكم.